أقام طلبة كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة الخليج العربي حملة توعوية بمرض الصرع، واحتوت الحملة على 6 محطات للتعريف بالمرض إلى جانب محطة للفحوصات السريعة، بالإضافة إلى المسابقات والجوائز. هذا وشارك في تنظيم الفعالية 118 طالبا وطالبة من كلية الطب بجامعة الخليج العربي. وأشارت الطالبة المشاركة بالسنة السادسة في كلية الطب منيرة الغريب إلى أن الاحتفال بهذه الفعالية أقيم أول مرة في عام 2008 لتسليط الضوء على مرض الصرع ودعم المصابين بالصرع ومساعدتهم على إدراك أنهم ليسوا وحدهم.